صباح الخير. الرضاعة الطبيعية وحليب الأم من الأغذية اللي كتير مهمة، وإحنا لازم نركز إنه أول ما يصير في عنا ولادة نحاول نشجع على الرضاعة الطبيعية وحليب الأم للفوائد اللي كتير كبيرة للأم وحتى للطفل أول ما ينولد، لأنه في عنا المناعة، ممكن نعطي للطفل المناعة الضرورية، ممكن تحمي للطفل من كتير من الأمراض. وحتى أثبتت بعض الدراسات اللي حتى مش يعني بشكل كتير كبير إنه الرضاعة الطبيعية ممكن تقلل من احتمالية الإصابة بالسمنة عند هدول الأطفال حتى لبعد، وحتى في السنة الأولى ممكن تحمي من الإصابة بالسمنة. غير هيك هذا بيساعد على تخفيف الوزن عند الأم المرضعة وبرضو على التخلص من الدهون. هلا السؤال اللي دائما بطرحه لكثير من السيدات إنه إيش بدي أعمل إذا أنا برضع وبنفس الوقت مضطرة بعد شهرين أو ثلاثة أروح على الشغل، كيف بدنا نشجع أو نكمل عملية الرضاعة الطبيعية؟ نقدر نعمل كالآتي. في عنا استخدام لكتير من شفاطات الحليب اللي ممكن نستخدمها، ممكن اليدوية أو الكهربائية، بحيث بيصير في عنا تخزين لحليب الأم. كيف بدنا نخزنه؟ بدنا تحاول الأم المرضعة قبل ما تروح على الشغل تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة تعمل عملية اللي هي شفط للحليب. نستخدم أوعية خصوصية لتخزين الحليب، طبعا بعد تعقيمها لازم نعقمها بشكل كتير منيح. بيصير في عنا عملية شفط للحليب من مرتين لثلاثة باليوم، منحطها بالزجاجات الخاصة ومنحط عليها كمان ليبل أو أي ورقة عشان نكتب تاريخ شفط الحليب عشان ما يضله لفترة كتير طويلة بالفريزر. وبعد ما نحط عليها هاي الورقة اللي فيها التاريخ نقدر نفرز الحليب مدة 3 أشهر. فعشان هيك لما تروح على الشغل بكون في عنا مخزون من الحليب اللي بيكون أي شخص ممكن يعطيه للطفل في حال السيدة مش موجودة لترضيع الطفل، وبالتالي بعد ما ترجع من الشغل بتكمل عملية الشفط والرضاعة الطبيعية. طبعا هذا الحليب ممكن نخليه مدة 3 أشهر. في حالة احنا بدنا نطلعه من الفريزر عشان ندوبه، ابدا ما بيصير ندوبه بحرارة الغرفة، لازم يكون في تبريد لهذا الحليب بالثلاجة. وبعد ما ندوبه لازم يصير في عنا استخدام مدة 24 ساعة، ما بنقدر نخليه لفترة كتير اطول. وطبعا ما بيصير نرجع نعمل اعادة تفريز لهذا الحليب. هيك احنا بنشجع على الرضاعة الطبيعية ومنركز انه عم نعطي الطفل الحليب الام لفترة كتير طويلة، اللي احنا دائما بنشجع تكون من فترة 6 أشهر واكثر من هيك.